التنمر، واللي أصبح هو موجود بشكل جدا كبير بالسنوات الأخيرة. صح هذا الموضوع ممكن أثر بشكل كبير على نفسية كثير من الأشخاص، ممكن أنه يؤدي بهم إلى الدخول بمرحلة كآبة، اكتئاب أو حتى قلة الانتحار. بالضبط، قلة الثقة بالنفس، ومن ضمنها إلى آخر المراحل اللي ذكرتيها حضرتك، الانتحار. كبداية، ترى ما هو تعريف هذه الظاهرة؟ صراحة تعريف هذه الظاهرة هو التنمر بالبداية، يعني البوابة الأساسية إليه والسبب الأساسي إليه هو قلة الوعي. نعم. إذا كان يصدر من أطفال، يعني أطفال ومراهقين ومراهقات، يعني مو بالغين بعدهم السن القانوني، نعم. نقدر نقول أنه التنمر يكون سببه عدم الاهتمام من الأهل. وهذا إذا نشاهده حاليا بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى على أرض الواقع، ممكن أنه يعني أشخاص قريبين من عندي، نعم، أنه يهملون الجانب الأساسي اللي هو احتواء مثلا نقول البنية أو الولد بفترة المراهقة، نعم، أو ممكن يكون أكو تعنيف يؤدي إلى أنه من يصير بالغ هذا الشخص أو حتى في عمر المراهقة أنه يشوف هذا الموضوع طبيعي، أنه يغلط على الأكبر منه وعلى الأصغر من عنده ويقلل، وحتى يكون تكون عنده نظرة الفوارق الطبقية بين صح المراهقة، أنه أنا أهلي هيك وأنت أهلك هيك، بالضبط، بينما هو يكون متنمر، يعني متعرض للتنمر، متعرض للتعنيف للضرب من أهله. هذا السبب الأساسي اللي يخلي الأطفال المراهقين البنات والشباب تكونوا متنمرين. طبعا هذا الموضوع ينمو، صح، لما ينمو يوصلون مرحلة بلوغ أي. راح يكون هذا الموضوع يأثر، يعني لما يخلفون أطفال راح يكون الطفل نفس يصفى الأفكار عنهم. بالضبط. أي. نتيجة شنو؟ مجتمع يأيد هذه الظاهرة، مجتمع ما عندنا حدود صراحة، ماكو قوانين، يعني ما نقول تردع، يعني تحد أو تصحح من هذه النظرية. يعني هي المشكلة ممكن انه السبب اللي يخلي نبلش احنا من الأطفال، أكيد السبب من اللي الأطفال. يخلش الطفل يكون هو متنمر، يعني احنا نشوف اكو هذه جروب اللي يكونون بالصف مثلا خصوصا الابتدائية، صحيح، اكو هم مسوين مثل المجموعة مثل أحزاب، يعني بالضبط، يتحزبون على شخص معين. هذول دائما يروحون على بنيتهم ضعيفة، صحيح، او الفقراء، يعني مظلوم، اخلاقهم ممكن صحيح، يكونوا مؤدبين، ونادين يبلشون انه يتنمرون عليهم، او حتى ممكن يوصل بهم الى العنف الجسدي، الجسد وممكن والضرب، انه وإذا يصير تصير حالات مدارس انه اكو طفل يقتل طفل بالضبط. اليوم شنو السبب انه يخلي الطفل انه يكون هو متنمر؟ هل هو العدائية من الاهل، ام هم الاهل ممكن ان يكونون يعني متنمرين عليه، فبالتالي يعكس هذا الموضوع للاطفال الاخرين؟ اول سبب هو العدائية من الاهل. ثاني سبب العنصرية، اكو اهل يفرقون بين طفل وطفل. صح، هذا الموضوع وان انه الطفل عبر عن مشاعره في وقتها بس هو انخزن وتراكم في داخله، وين يعكسه؟ يعكسه بالبيئه الخارجيه، مثلا الروضه، المدرسه، ويكبر وينشا وياه. السبب الاساسي هو انه الاهل ماكو الاهتمام والرعايه الكافيه بالنفسيه، الصحه النفسيه للطفل. صحيح. اليوم انا اذا اجيب طفل للدنيا اول شيء اهتم به، على فكره الاكل والشرب والهذه، يعني هذه واجبات، صح، ما تعتبر انه مثلا الاهل متفضلين به على الطفل، او انه مثلا تكون انه سبب انه ليش انا موفر له كل شيء، بس رغم صح هذا انه هو طلع هيك شيء، بالضبط، وطلع عنده صفات سيئه، عنده عقد نفسيه. فالاهل البوابه الاساسيه اللي تخلي الطفل يا اما ينشا النشاه حسنه صحيحة. او نشاه سيئه. فعلا التنمر، العدائيه، هو اكو اهل هامين اطفالهم، مثلا تشوف ابنها يغلط، تشوف ابنها مثلا يسوي تصرف عادي، ومن احد مثلا يجي لما يعني يقول لها انه هذا الموقف غلط او هذا التصرف غلط، يزعلون، اكو اهل يزعلون. فاحنا اذا نريد نطلعهم بهم عقد نفسيه، نحمل الصحه النفسيه، نركز بس على جانب قلت لك الدلال والاكل والشرب وهذه يعني الامور. هنا المشكله مرات، يعني اعتقد الاغلبيه مواجهه هذه الحاله، الاغلب لما نقعد الاغلب بمطعم معين مثلا الطفل يعني صحيح جمل المطعم يحركه، مو صحيح، وتشوفي الاهل عادي وكلش طبيعي، الام يعني ولا كانه دا يسوي شيء ولا كانه دا يخرب شيء، وهذا طبعا يعني يشكل ازعاج لكل الموجودين. الموجودين، وهذه نقطه طبعا جدا لابد انه الانتباه لها كلش وحلها. انتباه لها.